البداية والحديث عن كأس مصر. وأول خبر من أخبارنا أنه رسميا لقاء الزمالك ووادي دجلة في نهائي الكأس بدون جمهور، ده بناء على الخطاب اللي أرسلته وزارة الداخلية للاتحاد المصري لكرة القدم، واللي أكدت فيه صعوبة وجود جمهور في مباراة النهائي اللي هتبقى موجودة على استاد الجونة. علشان نعرف تفاصيل أكتر عن الموضوع معانا على التليفون كابتن حمادة المصري، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وأيضا هو رئيس لجنة كاس مصر. برحب بحضرتك يا فندم، أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك، أهلا بيك كل سنة طيبين. أهلا بيك وحضرتك طيب. كابتن حمادة، عايز أعرف الأول الخطاب وصل إمتى، وعدم وجود جمهور في نهائي كأس مصر بالنسبة للاتحاد المصري لكرة القدم، هل ده شيء يعني سعيد شايفينه في إطار أنه في خوف من وجود الألتراس، ولا لأ أنه لأ هم كانوا محتاجين أنه يبقى في جمهور؟ لا، احنا بداية احنا شروط كأس مصر اللي احنا هنلعب البطولة بدون جمهور، ولكن احنا استثنينا ان اذا وافق الامن مع الزمالك ووادي دجلة اذا هنلعب بجمهور. ده استثناء بموافقة الاطراف الثلاثة، الامن والزمالك ووادي دجلة. الامن رفض، فبالتالي احدى اطراف الموافقين يعني رفضوا، فبالتالي تم رفض المباراة بإقامة بجمهور. هنلعب المباراة ان شاء الله بإذن الله في معدل طبيعي في الجونة بدون جمهور. طيب، مع الخطاب اللي مع المحادثات او الكلام او التصريحات اللي بيقولها وايت نايتس انه بيتحدد الداخليه وبيؤكد حضور المباراه، الاتحاد المصري لكره القدم ما هو رده؟ لا، احنا بنحترم جماهير مصر كلها، ما فيش شكل طبعا، هي الجماهير هي العصب الاساسي والدافع الاول لكره القدم، ولكن احنا عندنا ظروف بنستثناها. طيب انا بس سؤالي هو بقول لحضرتك واضح، انا ما قلتش حاجه جمهور مصر او جمهور نادي الزمالك، قلت حضرتك الوايت نايتس اللي بيهدد الداخليه والاتحاد المصري وبيقول انه هيحضر المباراه. والله احنا كاتحاد كوره هنتكلم عن نفسنا، هنتكلم عن المباراه، في قرار مجلس اداره وقرار لجنه كاس مصر، هنلعب مباراه بدون جمهور، ونتيجه طبعا عدم موافقه الامن على اقامه مباراه بجمهور. احنا بالنسبه لنا ده دورنا، غير كده احنا ما لناش دعوه بيه. طيب، هرجع لنقطه ثانيه، والخطاب اللي تم ارساله من محافظه سوهاج الى الاتحاد المصري لكره القدم، واللي قال فيه احنا مرحبين، وبخطاب يعني واضح وصريح من مدير الامن ايضا ومن محافظ سوهاج بانه لديهم رغبه تامه في استضافه اللقاء وبجمهور، ما عندهمش اي مشكله خالص. ليه الاتحاد المصري لكره القدم هنا عنده الازمه والمشكله في الجونه، في الناحيه الثانيه ممكن تتحل في سوهاج، لماذا لم يكن هناك تحرك في الجانب الاخر؟ لا، خد بالك احنا بنتكلم في ان الجون خدت كاس مصر بشكل قوي جدا المرحله اللي فاتت، وتحملت اعباء كاس مصر بشكل يشكروا، ما فيهاش خلاف كويس. يشكروا طبعا، ما فيهاش خلاف كويس. هو قصه، ما في، احنا كنا واخدين قرار مجلس اداره ان المباراه هتقام في الجونه. احنا فوجئنا بسياده المحافظ سوهاج، سياده اللواء اركان حرب محمود محمد عثمان، بعت لنا عنده قدره ان هو ممكن يستضيف المباراه بعد موافقه مدير الامن سوهاج شفويا، وده الحقيقه كان معانا هنا على الهواء، يعني كانت بدايته انطلاقه الشراره بتاعته كانت هنا على الهواء. اتفضل. اولا احنا بنشكره اهتمامه بالرياضه، وده حاجه بالنسبه لنا حاجه عظيمه جدا، وهيبقى في حسباننا ان شاء الله باذن الله لو في اي ظروف ما طرت على الرياضه المصريه وحبينا نحتاج مباراه طبعا هنشرب بمحافظة سوهاج. طبعا انا على فكره اصلي من جرجه، من سوهاج، فطبعا سعيد جدا ان اي مباراه تقام في سوهاج وفي الصعيد بشكل عام. فطبعا احنا بنشكره على المجهود المبذول وحسن قدرته على استضافه اي مباراه، فان شاء الله باذن الله في المستقبل هنحط سوهاج لو في اي حاجه بالنسبه لنا معاقه اللي في اي مكان، فاحنا بنشكره ونتمنى ان شاء الله باذن الله المرحله القادمه ده في تعاون ما بين الاتحاد المصري لكره القدم ومحافظه سوهاج بصفه خاصه ان شاء الله باذن الله. انا بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا كابتن حماده المصري عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم.